إذن متابعي أسفي جود، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من إقليم الجديدة. يعني معنا الآن واللي غتشوفوا معنا الأخ سفيان الريني اللي كان دار ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما اختار مهنة تنظيف المنازل، أو يعني باللغة ديال الدارجة ديالنا يعني الشقة ديال الدار. يعني بعد ما طرق بزاف ديال البيبان وبعد ما اتجه بزاف ديال المسؤولين في المدينة واللي ما عاونوش واللي ما قدموش ليه هاد المساعدة، الآن كنتواجدوا بإقليم الجديدة وبالضبط بشركة ميو اللي قدرت أنها تعطيه واحد موتور أو تريبورتور من نوع دوكر، من أجل يعني باش يتوصل باش يوصل به المواد ديالو أو المواد ديال التنظيف اللي كيخدم به. إذن من خلال هذا البث نقربكم من الفرحة ديال سفيان ومن المسؤولين ديال الشركة اللي بدورهم فرحانين به ومرحبين به داخل الشركة. السلام عليكم سيدي. السلام. ممكن عفاك تعرفنا براسك؟ سعيد زاهر، مدير المصنع بشركة أمادي تيرجون. مرحبا سعيد. ممكن تكلم لنا على هذه المبادرة الحسنة اللي درتوا اتجاه سفيان؟ والمبادرة اللي درنا مع سي سفيان جات من عند سفيان، لأن سفيان اترافير لي ريزو سوسيو كان عرف بالمهنه ديالو اللي هي مهنه كانت كتختصر غير على النساء، وحاول هو يبلورها وخاد على العاتق ديالو بانه يتكلف حتى هو بالميناج ديال الديور، وكان صرح في لي ريزو سوسيو بانه عنده امال وعنده حلم انه يكون عنده تريبورتور اللي يعاونو في المهمه ديالو. وشركة أمادي تيرجون من الشعار ديالها اللي كيعرفوا الجميع اللي هو نتعاونوا على الشقة، شافت الفكرة والحلم ديال سي سفيان كيصب في نفس الموضوع، دوك ارتئينا بأننا نحققوا له هذا الحلم اللي كيتحقق اليوم، اللي هو كنهديوه تريبورتر، وكنتمناو ليه كل الخير أن تريبورتر يساعده في المهمة ديالو. وحتى لو كان عنده أحلام أخرى كتمشي في نفس الموضوع، شركة أمادي تيرجون ديما الباب ديالها مفتوح. يعني كيفاش جات الفكرة أنكم تقدموا لسفيان المساعدة رغم أنه كاين في مدينة أسفي وأنتم كاينين في مدينة الجديدة؟ وكيف عرفتي دابا لي ريزو سوسيو ما بقاوش حيدوا كاع لي باريير اللي كاينين ما بين المناطق، لي ريزو سوسيو تاحوا لنا الفرصة أن نشوفوا سفيان، نشوفوا شنو كيدير، نشوفوا الحلم ديالو. الناس كلهم كيعرفوا أمادي تيرجون اترافير المنتوجات ديالها والسلوغون اللي كتحاول تنشروا في الثقافة المغربية اللي هو نتعاونوا على الشقة. لقينا سفيان بأنه عنده نفس الفكرة وعنده حلم، قلنا نعاونوا ولو يكون في عنده نفس الشعار، ولو يكون في اسيو، ولو يكون في العيون، ولو يكون في اي مدينه مرحبا. سفيان كنشوفوا انك اليوم جيتي لشركه ميول المدينه الجديده، وكنشوفوا واحد البسمه وواحد الفرحه اللي كاينه في الوجه ديالك، تكلم لينا شنو جيتي دير هنا؟ الحمد لله جيت هنايا على قبل، بسم الله الرحمن الرحيم، جيت هنايا الحمد لله على قبل هنايا على حساب ميو، كنشكرها بزاف، كنشكر المدير السرادي، وكنشكر الموظفين والموظفات اللي هداو ليا هاد التريبوط هادو وحققوا ليا الحلم ديالي. انا الحمد لله ما عرفتش ان التريبوط غادي يتحقق لي الحمد لله هنايا في مدينه الجديده، وحمد الله وشكرت من الشركه تاع ميو نوض نتعاونوا على الشقه هي اللي فرحتني بهاد التريبوط، والحمد لله دابا من عندي الماتيريال ديالي وعندي سلعتي وعندي الحمد لله الناس اللي كيشتغلوا معايا في هادشي ديال الميناج، كاينين العيالات معايا وكاينين الرجال اللي معايا بحال دابا الحمد لله، دابا نوض نتعاونوا على الشقه، يعني الراجل دابا ولا بحاله بحال المراه، والحمد لله دابا انا الحمد لله فرحان وفرحان بزاف من تعاونوا معايا هاد الشركه تاع ميو على هذا الحلم ديالي اللي حققوا ليا. وكنشكر الاصدقاء ديال سفيان واسامه اللي عرفوني بين الشركه، هما اللي جابوني للشركه باش هداو لي التريبوطور، والحمد لله حمدت الله وشكرته على هاد المعامله اللي تعاملت معايا الشركه تاع ميو نوض نتعاونوا على الشقه. بالاضافه سفيان للتريبوطور شنو اللي قدموا لك اخر؟ قدموا لي الحمد لله هاد التريبوطور، وقدموا لي واحد الكروسه ديال اللي فيها بحال الكروسه ديال فيها هذاك الشيء ديال الاسطوله وداك الشيء، هذا هو لي تايا مع التريبوطور كاينه في مدينه اسفي عندي تما.
وهذو ليا لو برودوي ديال ميو ديال ميو عفوا نسيتهم. هذو ليا التريبوطور وهذو ليا الكاروسي ديال السلعه باش كالصوله وهذو ليا لو برودوي ديالهم ديال المعجون. وانا دابا حاليا لو برودوي ديال المعجون هو اللي باش كنخدم به في مدينه اسفي وكنتعاونوا كاع الناس في مدينه اسفي كاع شافوني بالبرودوي اللي كنخدم به والحمد لله عايش به بخير وعلى خير والناس كيشوفوا خدمتي في مدينه اسفي راه خدمه مزيانه تما وكل شيء الحمد لله. يعني سفيان انت كنتي درتي واحد الدرجه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي لدرجه انك وصلت الصيت ديالك لخارج المغرب. يعني كيفاش جاتك هذه الفكره انك تقتحم هذا المجال هذا وانك تخدم به؟ الحمد لله جاتني الفكره من ولي كنت في مدينه اسفي كنت خدام في شركه تاع الميناج كندير معاهم الميناج شركات في وزين الطاقه ديال المعمل اللي كاين في اسفي وخدمت معاهم خديت احسن عامل في لانزيستاسيون في الهوز كيبر ديال نيتواياج. وفكرت الحمد لله دابا اسفي ما وقعت فيها لا خدمه لا والو فكرت ندير قلت عندي الحمد لله الحنطه فريديه عندي الصنعه فريديه قلت الحمد لله نوض ندير واحد التسميه ديالي والكنيه ديالي ورقم التليفون ديالي والمهنه ديالي اللي كندير. ستيتا جا واحد السيد تعرف عليا في المدينه الجديده قال لي اخويا من عرفك اش كدير قلت لي كندير الميلاج صورني لاحه من تما الناس عرفوا عليا داخل المغرب وخارج المغرب بما المهنه ديالتي اللي كندير في الميلاج وداك الشيء. والحمد لله حيوني على المبادره وحيوني على العمل ديالي اللي كندير وربي الكليان وكنشكر الناس داخل المغرب وخارج المغرب اللي تعاونوا معايا على حساب هذا. سفيان بغيت نسولك واحد السؤال، واش طرقتي شي باب من مدينه اسفي او المسؤولين ديال المدينه؟ واش طرقتي البيبان ديالهم ولا قدموا لك شي مساعده؟ انا الحمد لله ما كاينش مدينه اسفي طريقه البيبان مشيت للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه جمعت الوراق ديالي جبعت سميتو مشيت عند الناس المسؤولين كبار قالوا لي اش خاصك تجيب واش خاصك تجيب واش خاصك تجيب واش خاصك تجيب. جبت لهم اللوازم طلعت للمبادره القسم المبادره الوطنيه للتنميه البشريه عند الناس المسؤولين عاوتاني صيفطوني لعند سميتو المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ديال الشباب اللي كاين في الثانيه عاوتاني صيفطوني للمبادره الوطنيه اخرى عاوتاني اللي كاينه ديالنا نابيك صيفطوني تمايا باش ندير لهم داك الشيء. وعاوتاني الحمد لله المبادره ما دارت معايا والو شكون اللي حقق لي الحلم ديالي؟ حقق لي الحلم ديالي هي الشركه تاع ميو نودو التعاون العشقاء هي اللي حققت لي الحلم ديالي. المبادره ماشي المسؤولين ديال اسفي ما قدموا لك شي مساعده المسؤولين ديال اسفي ما كاين حتى شي واحد اللي قدم لي هاد الفرحه ديالتي اللي فرحوني هي الشركه تاع ميو مليون ديال التعاون العشقاء هي اللي فرحت لي الحلم ديالي واللي محتاج هما اللي فرحوا لي الحلم ديالي. يعني وعود كاذبه فقط وعود كاذبه ما كاينش واحد كاع اللي كاع مسؤول كبير كاع اللي في مدينه اسفي شي واحد اللي يعيط لي ولا قال لي اش خاصك الا شركه تاع ميو هما اللي فرحوني بهذا التريبورتور. يعني واش كتفكر سفيان انك تطور المشروع ديالك؟ انا كنفكر ان شاء الله مع الوقت الله يجعل ربي يطول له العمر ان شاء الله باغي ندير ان شاء الله الشركه ديالي ان شاء الله دابا ولات عندي شركه ديالي ان شاء الله دابا بها التريبوطور بشويه بشويه ان شاء الله الله يرزق الصحه والسلامه دابا يخدموا معايا دابا العيالات ويخدموا معايا الرجال ان شاء الله. وهذا الماتريال ديالي ان شاء الله راه دابا ولي التريبوطور عندي ان شاء الله ولي نتناقل عند الناس اللي يحتاج الميناج ولا شي حاجه نمشي عندهم مرحبا بهم. شحال ديال الناس كيخدموا معاك دابا؟ دابا كاينين معايا جوج عاملات ومعايا جوج عمال جاي معايا جوج عيالات ومعايا جوج رجال بحال مثلا كنمشي نشتغل معاهم الا كنتشاد الناس اللي كيعيطوا عليا على حساب الميناج ديال القهاوي كاين بعدا مثلا القهوه كتعيط لي كيقول لك خويا بغينا نديروا الميناج القهوه بغينا نغسلوا الكراسي بغينا نديروا الميناج كومبلي القهوه كنقول لهم مرحبا كندي معايا جوج عاملين يخدموا معايا. الا كانت الميناج ديال الدار كو ميناج كبير ديال التخمه ديال الدار كاينين معايا جوج عاملات كنديهم معايا يخدموا معايا ولكن انا الخدمه ديالي ما كنخليهمش هما اللي بجوجهم يخدموا في الدار كنكون نشتغل معاهم انا معاهم في الخدمه ديال الميناج كنكون معاهم خدام معاهم في الخدمه. يعني التريبورتور شنو النوع ديال التسهيلات اللي غيقدم لك وشكون النوع ديال المساعده اللي غيقدم لك التريبورتور؟ دابا الحمد لله التريبورتور قدم لي بزاف ديال الحوايج دابا وساعدني بزاف ديال سميتو. دابا انا النوب الاولى كان عندي الماتريال دابا عندي تبارك الله عندي الماتريال ديالي سلعتي كنت كنلقى واحد الصعوبه في التريبورتور كنت كنعيط على صحاب مالي التريبورتورات في مدينه اسفي هما اللي كنعيط لهم في التليفون كيجيو باش يهزوا لي سلعتي وكنمشي نشغل عند الناس في الديور ديالهم. دابا الحمد لله من هدات لي الشركه تاع ميو التريبورتور غادي يجيني الحمد لله سلعتي كلها في الموتور وكلها تيارات من اللوازم ديالي تما اللي بغاني مرحبا به نجي عندو حتى للدار والحمد لله بالموتور ديالي بالماتريال ديالي. وكنشكر الشركه تاع ميو اللي تعاون على شكرا على هذا الشكر هذه الهدايه اللي هداو ليا والشكر بزاف للمدير والموظفين والموظفات اللي تعاونوا معايا. يعني ايضا ما قلتي لينا سفيان انك دوزتي رخصه الزياره ديال الموتور تكلمنا. الحمد لله كنشكر كنحمد الله وشكر الحمد لله مشيت جوج مدارس ديال السياره التعليم مشيت ليهم الحمد لله
وكنشكر هاد الاخوه اللي في المدارس ديال التعليم هادو، كنشكرهم بما هما اللي تعاونوا معايا تحفظوني المدارس، حفظوني كيفاش نحفظ القانون ديال السير وداكشي الحمد لله، تتعاونوا معايا الحمد لله. النوبه الاولى ما ساعد الحظ ما نجحش، النوبه الثانيه، النوبه الثالثه الحمد لله سهل الله في البيرمي، جبت الحمد لله النقاط اللي طالبين ودوزت السوغان وبخير وعلى خير الحمد لله. تقدر تورينا التريبورتو ديالك سفيان؟ اي مرحبا. دابا انت عندك الرخصه ديالك، عندك يعني جميع الشروط انك تسوق هذا الموتور هذا؟ الحمد لله الرخصه عندي ديال التريبورتو، الحمد لله ديال الموتور عندي هي الحمد لله، هي جديده هي يلاه الحمد لله. طلبوا لي دابا الشركه تاع ميو قالت لي خصك تجيب الرخصه، الحمد لله ملي جبت الرخصه شديتها جيت عند الشركه تاع ميو عطاتني التريبورتو، الحمد لله تحقق ليا. من جيت دابا الحمد لله الشركه تاع ميو الاولى طلبوا لي رخصه السياقه، دابا الحمد لله من جبت الرخصه السياقه الحمد لله جبت الميو، دابا هداو لي الحمد لله التريبوطور اللي دار باش الامكانيه نسوق بالرخصه ديالي بكل شيء الحمد لله. كلمه اللي توجهها للمسؤولين ديال اسفي تجاه الشباب باش يعاونوهم باش يقدموا لهم يد المساعده، انت كشاب اللي ما تنصفتيش في مدينتك واللي قدم لك يعني كيف كنقولوا البرانيه يد المساعده، شنو تبغي تقول لهم من هذا المنبر هذا؟ وانا كن نطلب بالناس المسؤولين اللي كاينين في مدينه اسفي بما خصهم ينوضوا يتعاونوا مع الشباب، يتعاونوا معاهم اللي بغى يدير شي فكره ولا شي مشروع ديالو ولا شي حاجه. المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ديال اسفي خاصها تعاون الشباب، بحال مثلا انا الحمد لله كان ما حققش ليا الحلم ديالي المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، كان ما حققش ليا الحلم ديالي ميو، المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ما حققش ليا الحلم ديالي، شكون اللي حقق ليا الحلم ديالي؟ هي ميو، والحمد لله حمد الله وشكره بما انه. كنتمنى الناس المسؤولين يشوفوا الشباب اللي بغى يديروا الافكار ديالهم وداكشي يتعاونوا معاهم، ويشوفوا الطلبات ديالهم وداكشي ويتعاونوا معاهم. اذا مشاهدينا كانت هذه رساله من سفيان الريني ابن مدينه اسفي، واللي ما تنصفش من في مدينته للمسؤولين ديال المدينه انكم تلتفتوا للشباب، تلتفتوا للناس اللي ما تنصفوش مدينتهم وكيقصدوا يعني البراني بهذا المعنى هذه. مازال مشاهدينا كنتسناو تعليقاتكم وارائكم بهذا الخصوص بهذا الموضوع اللي طرقنا ليه دابا. اللي عنده شي تساؤل سفيان، حنا الان مازال كنتواجدوا بمدينه الجديده وبالضبط بشركه ميو، اذا اللي عنده شي سؤال سفيان حنا مازال كنتسناو. سفيان دير الكاسك ديالك، الخوذه ديالك سفيان هي الاولى. إذن كيف كتلاحظوا معنا مشاهدينا يعني فرحة كبيرة في الوجه ديال سفيان يعني بهاد تريبورتور، يعني هدية في يعني هدية واخا بسيطة ولكن استطعت أنها تدخل الفرحة والبسمة على هاد الشاب هذا، يعني شاب اللي طموح وبالإضافة أنه متزوج وعنده ابن. سفيان الابن ديالك شحال عنده من عام؟ سنين. الابن ديالو يعني عنده ثلاثة سنوات، يعني مازال مشاهدينا كنتواصلوا معكم من داخل شركة ميو. كيف كتلاحظوا معنا هذا هو يعني التريبوردور، إذا المشاهدين مازال كنتسناو آراءكم وتعليقاتكم. خاصو يدوز بيرمي ثلاثية العجلات، لا بالنسبة للبيرمي راه توصل به. بالنسبة للبيرمي، بيرمي عندك أسفيان ياك؟ فين دوزت البيرمي؟ أسفي. دوزت في أسفي الحمد لله، دوزتو على المدارس ديال السيارة التعليم. تعاونوا معاك الناس ديال المدارس؟ تعاونوا معايا المدارس السيارة التعليم، أنا كنشكر جوج المدارس ديال التعليم كنشكرهم هما اللي تعاونوا معايا، ومدارس الناس اللي خدامين مع المدارس هما اللي باش تعاونوا معايا باش نفتح البيرمي. اذا مازال مشاهدينا اللي عنده شي تساؤل سفيان حنا مازال كنتسناو، لكن ممكن سفيان تسكت واحد الدقيقه. اذا كنتسناو تعليقاتكم مشاهدينا وارائكم بخصوص سفيان الريني ابن مدينه اسفي. اذا بالنسبه
بيرمي راه عنده ديال الثلاثي العجلات، والشركه انها فرضت عليه انه حتى يجيب البيرمي عادي تسلم الدراجه ديالو. اذا متابعينا نحاولوا اننا نواكبوا سفيان. تفضل معايا سفيان نشوفوك كيفاش غتسوق هاد العجله ديالك. عارف شوية عليك سفيان. بالنسبة للشركة فراه ما عطاها حتى شي ثمن. إذا معنا فهد رجيلي